مع المفيد الأولى إعدادي دولي بطبيعة الحال صفحة 168 ليزيكواسيون المعادلات. إذا هنا تتمة صفحة 168، كنا في الفيديو السابق شفنا الجزء الأول، دابا غنشوفوا الجزء الثاني انطلاقا من تمرين 21 ليكزارسيس 21. بالنسبة من تمرين 15 للتمرين 20 فهو في الفيديو السابق على القناة، وتجدونه أيضا في أول تعليق وفي الوصف. Très bien, donc l'exercice 21, trois amis, Saïd, Outhman et Ayoub, procèdent ensemble 560 dirhams. Saïd dépense 15 dirhams et Ayoub 23 dirhams. Très bien, donc il y a les amis, Saïd, Outhman et Ayoub, ils ont 560 dirhams, yani مجموعين. Saïd dépense, il خسر. دونك خسر منها 15 درهم، ايوب خسر منها 23 درهم. لي تخوا زامي اون الوغ شاكان لا ميم سوم دارجون. دونك هنايا ملي خسر هذاك سعيد 15 درهم وايوب خسر 23 درهم، ولا عندهم نفس المبلغ، اصبح عندهم نفس المبلغ. تخوفي لا سوم دو ديبار دو شاكان دو. دونك هنايا غنبحثوا على شحال كان عندهم في الاول، كل واحد شحال كان عنده في الاول، دوك المبالغ اللي كانوا عندهم في الاول وجمعوهم وعطوهم 560. من بعد ما خسروا كل واحد منهم 15 و23 صبح عندهم نفس المبلغ. تري بيان، دوك حنا ديما دابا السؤال كنعطوه اكس، دونك لا سوم دو ديبار يعني المبلغ باش نطلقوا لا سوم دو ديبار اي اكس. Très bien, d'abord on va le film qu'on a au Saïd. Donc Saïd. Donc pour le Saïd, on va le dire x, on a donné x. Je vais le dire dans le sujet. Mais il y a une dépense, il y a 15 dirhams. Donc on va dire qu'il y a 15 dirhams qui sont perdus. Parce qu'on va dire qu'il y a un peu plus de temps. Il y a x et il y a 15. Donc on va dire x, on va dire qu'il y a 15 parce qu'on va dire qu'il y a un peu plus de temps. Pour le deuxième, Outhman. هذا كان عنده اكس ما خسر منه حتى شي حاجه. بالنسبه لايوب كان عنده اكس ولكن خسر منها 23، دونك هنايا نزيدوا على ديك 23 اللي خسر. تري بيان، دابا هذو هما المبالغ اللي كانوا عندهم، غنجمعوهم. الا جمعناهم دونك هذا ديال سعيد، هذا ديال عثمان، وهذا ديال ايوب، الا جمعناهم كاملين غيعطونا 560، هادشي اللي قالوا لنا في المساله. Très bien, d'abord on jumeau les inconnus de jha x ou x ou x. Où on a les addes, donc 560, هذا plus 15 لمشال جيل خورا لوبوزي، وهذا plus 23 لمشال جيل خورا لوبوزي. دي ملي حولتو خاصو ندير لي لوبوزي ديالو. دونك هنايا غادي 1 2 3 3 x الى جمعتهم. هنا 560 560، هنايا غادي نيجاتيف نيجاتيف، سي طادير يعطيني نيجاتيف ونجمعهم لان عندهم نفس السين. دونك 38. تري بيان، هنا 3 اكس ايتيكالا، دونك هنايا الى نقصت 560 نقصت 38، دونك هنا 10 جوج جوج، دونك 522. تري بيان، دابا ملي كنوصل ديما لهادي جو ديفيز 522 باغ 3. اذا هنا اكس ايتيكالا، دونك هنايا 522 إلا قسمتها على 3 دونك كتعطيني 1 2 7، 7 في 3 21، 1 نزل 2 في 4، 4 × 3 12 دونك 0، دونك 174. دونك هذا هو لا صوم اللي صبع عندهم، هذا اللي بقى عندهم في الاخر من بعد ما خسروا، اللي هو عندهم بحال كاملين. دابا حنايا السؤال راه هو لا سوم دو ديبار، يعني اذا هنا ما خصناش نديرو لا سوم دو ديبار، هنا ما خصناش نديرو لا سوم دو ديبار، هنايا خصنا نديرو اللي بقى عندهم. هذا راه اكس اللي بقى عندهم، لي تخوا زامي اون الوغ شاكان لا ميم سوم. دونك هنايا خصنا ما نديروش هاد الجمله هادي، دونك خصنا نديرو اكس. Donc on considère, n'attendez pas.
considère x comme le prix, yani thamen ou le mablagh qui ont chacun d'eux. دونك نعتبرو اكس هو المبلغ اللي بقى عند كل واحد فيهم وهو اللي متساوي. دونك المبلغ اللي بقى عند كل واحد فيهم هو متساوي هو 194. طيب دابا نجاوبو على السؤال. لا سوم دو ديبار دو شاكان دو. دونك هنايا نقولو لا سوم دو ديبار دو سعيد. دونك هنايا شحال هذا هو اللي بقى عنده في الاخر كلهم بحال بحال، ولكن غنزيدو عليه 15 درهم اللي خسر سعيد. دونك غتعطينا 9 8 هذا هو المبلغ اللي كان عند سعيد في الاول. لا سوم دو ديبار دو عثمان، بالنسبه لعثمان ما خسر حتى شي ريال، دونك غيبقى عنده 174. بالنسبه لا سوم دو ديبار دو ايوب، دونك هو نفس المبلغ اللي بقى عنده في الاخر بحالهم، ولكن غنزيدو عليه داكشي اللي خسر. شحال خسر هو؟ خسر 23. دونك 7 9 1. دونك هذا هو المبلغ دو ديبار. سعيد بدا ب 189 وهذا 174 وهذا 197. ملي هذا غيخسر منا 15 غتبقى عنده 174. هذا ما خسر حتى والو بقات بحالو 174. هذا خسر منا 23، الا نقصنا من هذا 23 غنلقاو 174 بحالهم. طيب دابا انا بغيتو ديروا غير الفيريفيكاسيون حيت كديروا التحقق. دونك الفيريفيكاسيون تحقق. دونك نجمعوا المبالغ 189 زائد 174 زائد هادو هما المبالغ باش بداو. اذا حسبتوا هادي غتلقاو 560 درهم، يعني داكشي اللي قالوا لينا. ومن طبيعه الحال هذا نقصنا منه 15 174، هذا 174، هذا نقصنا منه 23 174. دونك هادو هما المبالغ، هذا وهذا وهذا اللي كانوا عندهم. تري بيان ليكزيرسيس 22. دونك ايوب ايطالي دو فوا او سينما سو موسي اي اشتي 70 درهم دو فريانديز. دونك مشى للسينما جوج المرات وشرا 70 درهم ديال الفريانديز. عثمان ايطالي 4 فوا او سينما، عثمان مشى 4 المرات وشرا 15 درهم. دونك ساشون كيلون dépenser la même somme déterminer le prix d'une place de cinéma. Donc on a deux thèmes de cinéma. شحال التذكره ديال السينما. Très bien. Donc هنايا 22. Donc ديما نشوف السؤال. السؤال شنو قال لي؟ le prix d'une place de cinéma. Très bien. Donc on considère نعتبر x est le prix du cinéma, bien d'une place de cinéma. دونك اكس عطاو هو الثمن ديال التذكره ونبحثو عليه. دونك نبداو من الاول. دونك ايوب مشى دو فوا، سيتادير الا كان الثمن ديال السينما هو اكس، مشى هو جوج المرات يعني جوج في الثمن ديال التذكره، وزاد عليها 70 درهم اللي شرا بها. بالنسبه لعثمان مشى 4 المرات، سيتادي غنديروا 4 في ثمن التذكره ونزيدوا عليها داكشي اللي خسر. شحال خسر هو؟ خسر 15 درهم اللي شرا. ولكن قال لك هنايا ساشون كي زون ديبونسي لا ميم سوم، خسروا نفس المبلغ. يعني هذا المبلغ اللي خسر ايوب هو نفس المبلغ، يعني متساوي. اذا هنايا 2 اكس بلس 60 دابا نحلوا المعادله ديالنا. دونك هنايا نجمعو لي زانكوني، عندنا 2x غنجيبو عند هذا نديرو ليه لوبوزي حيت بدل، هذا بلس 15 وهذا غيبدل المكان ديالو غنديرو ليه لوبوزي. دونك هنايا 2 موان 4 هذا هو البلو لوان على الزيرو، يعني موان، و 4 ناقص جوج جوج. هنا هذا هو البلو لوان على الزيرو يعني موان، و 70 نقص منها 15 هي 55. تخي بيان، من كنوصلو ديما لهادي كنديرو x هذا ديفيزي باغ موان 2. دونك le produit divisé par moins 2. هنا النيجاتيف مع نيجاتيف كيعطيني بوزيتيف، و55 اللي قسمتها على جوج درت القسمه غتعطيني
27,2. دونك ثمن سينما هو 27 درهم فاصله 5. الفيريفيكاسيون ديما التحقق. دونك نبداو مع ايوب، مشى جوج المرات سيتادير جوج نضربها في ثمن التذكره ونزيدو عليها 70 درهم ديال الفرانتيز اللي شرا. دونك هنايا جوج فهادي هي 55 زائد 70 هي 125 درهم. دونك خسر 125 درهم. هذا بالنسبة لي أيوب. بالنسبة لعثمان دونك مشى 4 المرات، غنضربو 4 في 8 تذكرة ديال السينما ونزيدو على 15 درهم ديال الفريونديز اللي شرا. دونك 4 في 27 تعطيني 110. 110 زائد 15 هي 125. دونك خسرو نفس المبلغ، يعني عندنا مزيانة صحيح. تخي بيان، ندوزو دابا لل 23. دونك 3 فخيغ اون ريسبكتيفمون 48, 26 et 14 ans. Donc combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des deux autres? Très bien. Donc, il y a trois frères. Il y a trois frères. Il y a un qui a 48 ans, un qui a 26 ans, un qui a 14 ans. Donc, combien d'années l'âge de l'aîné? Donc, je vais faire 12 ans. Je vais vous dire que l'aîné, il y a un qui a 12 ans. Il y a un qui a 12 ans. Très bien. دونك هنايا 23. دونك هنايا السؤال اش كيقول؟ دونك كومبيان داني. دونك هنايا السؤال نعطوه اكس ديما اكس نعطوه للسؤال. دونك اون كونسيدير اكس كوم لو نومبر داني، انا نعتبرو اكس هو العدد السنوات حيت هو اللي سولونا عليه. مزيان. دونك هنايا الاول نعتبرو شحال عنده؟ عنده 48، ولكن شحال غدوز من عام؟ قلنا غدوز اكس هو عدد السنوات اللي غيدوزو، يعني غنزيدو عليه اكس في العمر ديالو. بالنسبه للثاني عنده 26، غنزيدو عليه اكس ديال عدد السنوات اللي دازو. بالنسبه اللي كان عنده 14 عام صغير فيهم، غنزيدو عليه حتى هو نفس العام السنين اللي دازو، يعني غيدوز عدد السنوات غيولي هذا كيساوي المجموع ديال هاد الجوج، سيتادير العمر ديال الكبير فيهم بلس. يعني هذا 48 زائد اكس الكبير فيهم غيساوي المجموع ديال الجوج خوتو الاخرين، يعني هذا زائد العمر ديال هاد الصغير، المجموع ديال العمر ديالهم غيساوي العمر ديالو، هادشي اللي قالوا لنا. دابا نحلوا المسألة. دونك 26 بليس اكس بليس 14 بليس اكس ايتيغال 48 بليس اكس. دونك هنا لي زانكوني عندي اكس و اكس، وهذا غيجي عندهم لوبوزي، هذا 48 هذا غيمشي عندهم لوبوزي وهذا غيمشي عندهم لوبوزي. دونك هنايا هادو راهم اوبوزي، يعني يعطوني زيرو غتبقى اكس، وهنايا 48 نيجاتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف ونجمعهم. دونك 40 دونك اكس 48 موان 40 هي 8. دونك غدوز 8 سنين وغيولي الكبير كيساوي المجموع ديال الاخرين. نديرو التحقق الفيريفيكاسيون نتاكدو صحيح عندنا. دونك الفيريفيكاسيون، دونك بالنسبة للكبير كانت عنده 48 عام، غنزيدوه 8 سنين غتولي عنده 56. بالنسبة للاخرين هذا 26 غنزيدوه 8 سنين، وهذا 14 عام غنزيدوه حتى هو 8 سنين، ونجمعوهم حيت قال لي لا صوم ديالهم، نشوفو واش غيعطونا قد الكبير. دونك هنا 26 زائد 14 هي 30، 40، 40 48، 48 زائد 8 هي 56. دونك عندنا صحيح. Très bien, ندوزو لل 24. دونك ان كاميونور كونستات كون اجوت 2 لتر 12 لتر دو غازوال سون ريزيروار ا موتي بلان اي لو رومبلي او 3 كار، كيلي لا كاباسيتي دو سون ريزيروار؟
دونك هنايا هاد الكاميونور هاد مول الكاميون هذا كونستات لاحظ بانه اون اجوتون لا زاد 12 لتر على ديال الغازوال في الريزرفوار ديال الكاميون ديالو اللي اصلا اموتي بلان اللي اصلا عامر للنصف. اذا كيكون عامر للنصف المواتي كيزيد عليه 12 لتر كيولي عامر للتروا كار لثلاثه الارباع كيولي عامر ثلاثه الارباع ديال الريزرفوار. دونك شحال الكاباسيتي ديال هاد الريزرفوار هذا شحال هاد الريزرفوار كيهز من اترو باش يولي بلان عامر. Très bien, donc là il y a le 24. Donc là, quelle est la capacité de son réservoir? On a toi X. Donc X est la capacité de son réservoir. نعطو اكس ديما السؤال نعطوه اكس مجهول حيت ما معروفش السؤال نعطوه اكس ونبحثو عليه. دونك هنايا شنو لاحظ هو لاحظ ان هذا هو الكاباسيتي دابا اكس هي الكاباسيتي ديال الريزرفوار هي ملي كيكون عامر مزيان تري بيان. دابا ملي كيكون امواتي بلان ملي تيكون عامر النصف يعني النصف هو واحد على جوج الكاباسيتي مضروبه في النصف يعني النصف ديالها وكيزيد عليها 12 لتر كتولي تساوي شنو عامره ال رومبلي او 3 كار عامره 3 على 4 3 كار من الكاباسيتي صافي. دابا هنايا نحلوا المعادله دابا الكاباسيتي نقلبوا عليها راه هي اكس. دونك هنايا ندوزو دونك ان دومي نص ديال الكاباسيتي ندوزو عندو هذا غيولي لوبوزي وهذا يمشي ليه غيولي لوبوزي. دونك هنايا نوحدوا المقامات غادي نضربوا في لاحظوا هنا 4 سيتادير هنا نضربوا في 2 وهنا في 2 دونك غتولي عندي هنايا 2 سور 4x موان 3 سور 4x ايتيغال موان 12. دابا الرقم ولا موحد وغندير 2 موان 3 هي موان 1 لان هذا هو اللي بعد على الصفر x موان 12 سيتادير x ايتيغال ديما هذا كنقسمو على هذا دونك ولا نوحدوا المقامات ونحيدوهم بحال اللي بغيتوا نوحدوا المقامات ونحيدوهم احسن. يلا هنا راه على واحد دونك غندير هنا فوا 4 فوا 4 غتولي هنايا موان 48 وهنايا 4. دابا ملي كيولي المقام واحد كنحيدو غتبقى موان اكس تساوي موان 48 سيتادير اكس نضربو هنا في موان زان ناقص واحد هنا موان زان دونك الكاباسيتي هي 48. الا بغينا نديرو الفيريفيكاسيون يعني التحقق دونك هنايا 48 النص ديالها واحد على جوج ولا نقسم على جوج بحال كنزيدو عليها 12 لتر. دابا ملي كتكون عامر الكاميون الريزرفوار النص كيزيد عليها 12 لتر شحال كتولي فيها 48 على 2 هي 24 زائد 12 كتولي فيها 36 لتر. دابا نشوفو 48 اللي هي ديال الريزرفوار في 3 كار في 3 كار ديالها شحال واش حتى هو 36. دونك هنايا بحال على 1 48 في 3 هي 3 في 8 24 2 144 على 4 144 على 4 دونك نقسمنا 14 حال فيها من 4 3 تبقى 2 24 فيها 6 دونك 4 في 6 24 2 4 في 3 12 2 14 صحيح دونك نفس الجواب صحيح. تري بيان نمشيو دابا ليكزارسيس 25. دونك لو ماتيماتيسيان اغاب الخوارزمي ايماجيني كو ريزودر ليكواسيون x على بويسونس 2 بلس دي x تيغال 39 روفوني اتروفي لا لونغور x تيل كو لير دو ريكتانجل ا اف دي سي دو سو سوا ايغال ا 39. دونك قال لي الا بغيت نحل هاد المعادله هادي ديال هاد هادي كيرجع لهاد كيبحث على اكس اللي هو الطول ديال اكس تيل كو لير كيبحث على اكس بحيث ان المساحه ديال هاد الريكتانجل هذا ا اف دي هي 39. دونك المساحه لير لير هي المساحه لو سيرفاس لا سيرفاس. دونك هنايا المساحه ديال هاد المستطيل هي 39 كاملة هي 39. هو لا بغى يحل هذه المعادلة شنو دار شد هذا المستطيل قسمه من هنايا وعاود ركبه يعني دار هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بقى فراغ خاوي. إذا المساحة ديال هذا كامل
هي 39، المساحة ديال هذا كامل هي 39، ولكن 39 عادي على الصفر والزرقين هما هادو. وكي غنزيدو على هذا، هذا لاحظتو عنده هنايا 5، هيا وهنايا 5، يعني الا بغينا نحسبو المساحة ديالو 5 فوا 5 يعني 25. تري بيان، دونك هنا اكسبليكي بوركوا ريزودغ ليكواسيون اكس او كاري بلوس دي اكس تيغالا 39، غوفيان ريزودغ ليكواسيون x plus 5 à la puissance 2 est égal à 39 plus 25. Donc, اشرح علاش الا بغينا نحلوا هاد المعادله كنرجعوا للحل ديال هاد المعادله، يعني الا بغينا نحلوا هذه كنرجعوها بحال هذه. دونك الامر نستعملوا فيه هاد المستطيلات هادو. دونك من طبيعة الحال هنايا غادي نرجعوا لهاد المستطيلات هادو. دونك هنايا المساحة ديال هذا، إلا بغيت المساحة ديال هذا المستطيل هي المساحة ديال الصفر، غنزيد عليها الزرق، أو من طبيعة الحال المساحة ديالو قال لي هي 39، هاهي لاغ ديال هذا كامل أ أو إف دي هي 39. مزيان، تخي بيان. دابا نمشي نشوفها بالطريقة الثانية، لأن هاد المستطيلات الثلاثة هما هادو نيت، غير هذا تقطع من الوسط. دونك إلا بغيت المساحة ديال هذا أشنو غندير؟ غندير هاد إكس أو كاري ديال الصفر، غنزيد عليها هاد الزرق وهاد الزرق، يعني خمسة إكس خمسة إكس، 5 إكس 5 إكس، وغنزيد عليها هاد 25، غتعطيني المساحة ديالاش ديال هذا كامل هي شحال؟ هي 39، ولكن 39 هنا هادي راه حسبت حتى 25، 39 راه ديال هذا وهذا وهذا، يعني حتى هي نزيدو عليها 25. دونك فهمتوا كيفاش؟ هذا صفر وهذا الزرق وهذا الزرق، زدنا عليها دابا هادو بثلاثة راه هما لي 39، زدنا 25 ديال هاد المستطيل اللي تزاد، خاصني نزيد حتى في 39 حتى هي نزيد عليها 25 ديال اللي تزادت. اذا من هنا شنو غنفهم؟ غنفهم بان هاد المعادله هادي راه هي هادي، لان نفس المساحه. مزيان، دابا هنايا لاحظتوا معايا مزيان، هنا اكس وكاري، هنا 5x زائد 5x هي 10x زائد 25 تساوي 39 زائد 25. دونك جمعت هاد 5x مع 5x. تري بيان، دابا الا لاحظتوا هادي راه كتشبه الايدونتيتي غوماركابل، كتشبه هادي ا بلس بي او كاري، درتوها في الدرس، هي ا او كاري بلس 2ab بلس بي او كاري. دونك هادي كتشبه هادي. إذن إكس أو كاري هاهي كاينة، أ أو كاري بحالها، 10x خاصني نكتب على شكل جوج في شي حاجة، إذن نكتبها جوج، 10 هي جوج في 5 في هاد الإكس، و 25 هي 5 على بويسونس 2، هنا تبقى 39 بليس 25. مزيان، دابا هادي راه هي هادي، نجاوب عليها، لأن هاهي إكس أو كاري أ أو كاري. جوج في 5x جوج ab، يعني جوج ضربتها في ab حتى هنايا جوج ضربتها في 5x، هاهي 5x، و b او كاري هاهي 5 او كاري. إذا الجواب ديالها هي a بلس b، هذا زائد هذا لو 2 او كاري. دونك أنا داكشي لي غادي ندير هذا زائد 5 لو 2 او كاري، هي 39 زائد 25، وهذه راه هي اللي بغيتها أنا، هي اللي كنبحث عليها، هاهي هي هادي. سيتادير الا بغيت نحل هاد المعادله نحل هاد المعادله بحال بحال، هاد المعادله هي هاد المعادله. تري بيان، مثلا بي، دونك هذا بالنسبه لأ، بالنسبه لبي كالكولي اكس، دونك هنايا الا بغيت نحسب اكس، دونك الا بغيت نحسب اكس غادي نخدم بهادي ولا بهادي، دونك نخدم بهادي ولا نخدم بهادي. دونك هادي سهل، علاش؟ لان كتشبه الايدونتيتي
روماركابل. سي تادير لو عطاكم شي معادله دابا بحال اش بغا يقول لك من هنايا، بغا يقول لك الا عطاك شي معادله بحال هذه تقدر لاصطي تقريبا ايدونتيتي روماركابل، تقدر تزيد هنا 25 زائد 25 زائد 25، الا زدتي نفس العدد هنا وهنا راه مزيان ما كاينش مشكل. اذا لزدتي 25 زدتي 25 غتولي هي هذه، وهنا تحلها بكل سهوله. دونك هنايا هذه غنخلوها ودي 39 زائد 25 نحسبوها. دونك هنايا 14 6 مزيان، سي تادير اكس بلس 5 او كاري كتساوي 64 راه هي 8 او كاري. اذا هنايا الا كان هذا او كاري كيساوي 8 او كاري، سي تادير راه اكس زائد 5 راه هي 8 لان او كاري او كاري. اذا اكس تساوي 8، هذا ندوزو نديرو ليه لوبوزي غيولي 3. اذا اكس ايكوال 3. لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 3. لهنا علاش درنا غير هذا كيساوي هذا، هي نورمالمون راه ما كنديروش بحال هكا، نورمالمون نديرو بهذه الطريقه هذه بحال اكس بلس 5 على بويسونس 2 ايكوال موان 8 او كاري، راه خصنا ندوزو عندها هو الصحيح. ولكن غنقول لكم علاش درنا هادي، هنا ندوزو 8 او كاري، دونك هذا دوزتو هنا ندير ليه لوبوزي، هنا بقى زيرو. دونك هادي فاش كتفكرهم هاد الكتابه كتفكركم في هاد ليدونتيتي هادي ا او كاري موان بي او كاري، هادو خصهم يكونوا محفوظين. عندكم 3 كنديرو هذا ناقص هذا ا موان بي ا بلس بي، هذا هو الجواب ديالها. دونك هنا نطبقوا عليها غنديرو ا بحال هاد اكس زائد 5 كله هو ا او كاري. دونك ا بلس بي موان دونك ا موان بي ا بلس بي بحال اكس زائد 5 كله هو هاد ال ا و 8 هو ال ا. دونك ا ناقص ب ا زائد ب تري بيان. دابا هنا غتولي اكس هنا بلوس و موان، هذا هو اللي بعيد على الصفر 8 ناقص 5. هنا اكس هنا هذا مع هذا هو 13، 5 زائد 8. دونك هنايا عدد في عدد كيعطيني صفر، سي تادير راه هذا كيساوي صفر و x بلس 13 تيكالا زيرو، حيت الجداء عطاني زيرو، سي تادير راه واحد فيهم زيرو، يعني تا كيكون الجداء زيرو ملي كنضرب في زيرو، يعني راه هذا صفر ولا هذا صفر، واحد فيهم صفر باش يعطينا صفر، ولا بجوج صفر. دونك هنا x هادي غتمشي للجهة الأخرى غتولي 3 لوبوزي، و هادي غتمشي للجهة الأخرى غتولي موان 13. دونك هنايا x تيكالا 3 هو الحل، هو اللي درنا هنايا بهاد الطريقة هادي. هنا موان 13 علاش ميكون ميمكنش يكون حل؟ لان اكس هنايا اكس راه طول. دونك هنايا اكس هنا اكس راه واحد الطول هنا اكس، لان طول ديال ضلع وضلع مسافه يعني ما يمكنش يكون نيجاتيف، ميمكنش يكون سالب. دونك بالنسبه لهذه ميمكنش. دونك لا سوليسيون اي 3، هذا ما يمكنش نديرو حل. علاش؟ حيت المسافه يعني ضلع ما يمكنش يكون عدد سالب، ديما الضلع عدد موجب. دونك درتو هذه راه صحيحه وغتقولوا لا سوليسيون هو 3 وهذه ما يمكنش، درتو هذه راه حتى هي صحيحه، ولكن راه هذه هي الاصح، هذه هي اللي صحيحه 100%. هذه راه شويه هذه فيها شويه الخطا، وخطاتنا الحل، ولكن ديما خصنا نديرو بحال هكا. تري بيان. دونك الى هنا كملنا الصفحه الجزء الثاني من 168. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.